كما شهد اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية حفل تخريج دورة المتطوعين المدنيين بالقوة الاحتياطية بقوة دفاع البحرين الدفعة الأولى في الدفاع الجوي الملكي، وشاد بما توليه قوة دفاع البحرين في تهيئة قوة رديفة برجال قادرين على الدفاع عن الوطن. إنه قسم الإخلاص والوفاء والعطاء، قسم العزة وشرف الخدمة، أول ثمار هذا المشروع الوطني المتميز تخريج الدفعة الأولى من دورة تدريب المتطوعين المدنيين للقوة الاحتياطية ليشكلوا إضافة جديدة ونوعية لسجل قوة دفاع البحرين الحافل بالمنجزات والتضحيات النبيلة. احنا ان شاء الله بعون الله راح نكون قوة رديفة لقوة دفاع البحرين، وان شاء الله نكون قادها وعلى قد المسؤولية وعلى قد الثقة. واشكر المعسكر اللي تعسكرنا فيه اللي هو الاتحاد الرياضي، القائد الاتحاد الرياضي، الضباط وضباط صف والافراد والمدربين كلهم ما قصروا. والله استفادة كبيرة، تم يعني صقل مهاراتنا المدنية والعسكرية بحيث أن تحولنا من أشخاص مدنيين إلى أشخاص فعلا نخدم الوطن، نلتزم بالأوامر، نلتزم بالضبط والربط. طبعا من مقاصد الإسلام حب الوطن، وحب الوطن لا يتأكد إلا بالأشياء العملية، والأشياء العملية هي الدفاع عن الوطن، تحافظ على بلدك سواء داخل البحرين أو خارج البحرين. هذا اللي تعلمناه في هالدورة وهو أهم شيء الواحد يتعلمه، ولنا شغف أن احنا نكون جزء من القوة الاحتياطية المساندة حق قوات دفاع البحرين، وإحنا نلبي النداء في أي وقت. لو كنا على مكاتبنا إذا ما دعا الداعي احنا تحت أمر سيدي جلالة الملك المفدى. جهود كبيرة بذلها القائمون على إنجاح هذه الدورة من منتسبي قوة دفاع البحرين لتوفير جميع المتطلبات والدعم الكامل للمتطوعين للخروج بأكبر قدر من الاستفادة العلمية والتدريبية. أشكر القيادة العامة لقوة دفاع البحرين للدورة التطوعية للمدنيين للقوة الاحتياطية لمملكة البحرين، مما بذلوه من جهود، من إعطائنا الفرصة للتدريب العسكري، وإن كنا إحنا من مجال مدني إلى ما تدربنا في المجال العسكري، وغير الدورات العلمية والميدانية في مجال العسكرية والانضباط والربط والانضباط في المجال العسكري، مما أتاح لنا الفرصة أن احنا فعلا نستطيع أن احنا نخدم مملكة البحرين. أشكر القيادة الرشيدة على إتاحة هذه الفرصة التي تعني لنا الكثير وما زادتنا إلا خدمة للوطن والمواطن. أيضا تتزاحم الكلمات وتترادف العبارات في شكر منتسبي قوة دفاع البحرين الذين يعني كانوا سندا لنا في هذه الدورة. أيضا الدورة هذه تعلمنا منها الكثير. فرصة سانحة تتاح لأبناء الوطن ليكونوا جزءا من العطاء والبذل لخدمة الوطن والمواطن في القطاع العسكري، وذلك ضمن القوة الاحتياطية المؤهلة والمستعدة للدفاع عن سلامة الوطن وأرضه وسيادته. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.